يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي وشقيقي أو أخي شقيقي يسكن معي في البيت مع زوج، يقول أخي الشقيق يسكن معي في البيت مع زوجته، ولنا غنم وإبل مشتركة. حصل أخي على جنسية في إحدى الدول بطريقة محرمة. سؤاله: هل المال الذي يأتي عن طريق أخي حرام ولا يجوز أن آكل منه؟ إذا كان اكتسبه من وجه محرم فهو حرام، اكتسبه من الربا، من القمار، من الغش، فهو حرام. أما إذا كان اكتسبه بالبيع والشراء الذي ليس فيه حرام، أو اكتسبه بالاحتراف والعمل ليس فيه حرام، هذا حلال، لكن يأثم على الكذب والاحتيال، يأثم عليه. وأما ما كسبه بطريق مباح فهو حلال. نعم.